السلام عليكم ورحمة الله. طبعا بالنسبة للفيديو السابق يفضل انك تخلي كل يعني تكتب على ورقة بجنبك يعني الأوامر اللي نفذناها، وتحاول انت تنفذها مرة مرتين ثلاث لحتى ما تتعود عليها. الآن في عنا بس نتكلم عن ثلاث أوامر كمان. لو حكينا له ألاس دائما عشان تشوف شو الأشياء الموجودة فيها، بي دبليو دي وين أنت موجود، فلو حكيت له تاتش تيست دوت مثلا تي اكس تي، فأنت هيك بتنشئ ملف جديد اسمه تيست دوت تي اكس تي. لو حكيت له نانو محرر النصوص نانو تيست، فانت هيك بتفتح كونسول جديد، يعني بدك هون بتكتب مثلا this is a test doc document، بتعمل اكس يس يعني كنترول اكس يطلع لك رايت تو هاي، بعدين بتحكي له اياه انتر بسيف. لما نانو مرة ثانية كنترول اكس، انتو شايفين هون هاي معناتها كنترول، كنترول اكس كنترول جي كنترول او، تقدر تجربهم كلهم، لكن انا بحكي كنترول اكس خلص بيطلع منها. اذا حكى لك انه هاي شيء مش معمول له سيف تكبس انتر. كيف اعمل كوبي؟ بقدر اعمل كوبي تيست، بقدر اعمل كوبي لنفس الملف لكن باسم ثاني، يعني مثلا تيست او نيو تيست دوت تي اكس تي، وهيك بصير عندي ملفين نفس الشيء او نيو تيست نفس الشيء بس باسمين مختلفات. الان يعني انا خربطت هيك وحبيت اني اسميه مثلا تيست 1، فمثلا بقدر احكي له غير اسم نيو ام في موف، يا اما بتحرك. اذا ما بدك تحركه يعني موف تو مثلا داونلودز، بنقله لا داونلودز، بنقل الملف للداونلودز للفولدر او دايركتوري داونلودز. لكن انا بقدر اعمل موف لاسم ثاني، مثلا بقدر احكي له تيست 2. طبعا لما تكبس تاب عندك على الكيبورد بيكمل الاسم الامر الكذا. لو حكيت له الان الاس فبصير عندك تيست 1 وتيست 2، بقدر اعملهم موف كلهم تيست مثلا 1.txt او كوبي تيست 2 هي بقدر اعمل له للداونلودز مثلا. بقدر ارجع مره ثانيه احكي له موف داونلودز تيست 2 لدوت للمكان الحالي. فلما اعمل الاس رجع مره ثانيه، خلينا نعمله بس مره ثانيه عشان اورجيكم انه صار داخل الداونلودز، يعني ما في مش موجود. بعدها حكيت له انه موف من الداونلودز للمكان اللي انا فيه، حكيت له الاس شوفوا رجع لهون. في كمان شغله، اذا بدي اعمل موف لكل التست فايلز بقدر احكي له موف تيست اول كلياتهم لا دوكيومنتس. الان لو حكيت له الاس فما في عندي ولا شيء. كمان بقدر اعمل الاس من هون للدوكيومنتس، فانتو شايفين فين تيست 2 وتيست. كمان مثلا ايش في اوامر يعني ممكن انتو تحتاجوها؟ طب كلير بفتح لك صفحة جديدة، او مش بفتح صفحة جديدة فعليا بس بيحرك الشاشة
يعني بيعمل بداية، يعني بنقل البداية بالشاشة. مثلا احنا هون خلينا نفوت على الكنترول بانل، مثلا احنا هون بنشتغل على التيرمينال كوماند لاين، فانا بقدر من هون اغير واحكي له اني انا بدي تو ورك سبيس. مفهوم الورك سبيس جديد مش موجود بالويندوز، لكن انا بقدر يعني اعمل تو ورك سبيس من هون عن طريق اني اجي على الويندوز. اتوقع من هون behavior، لا طيب معناته desktop settings، طيب ويندوز هم المفروض لازم يكونوا حاطينه ب الويندوز displays. ما اقول مستحيل displays customizing، هو بما انه كومبايز هو المسؤول عن يعني المانجمنت، فممكن انه يعني ما يشتغل. طيب مش مشكلة، على كل حال لو كبست كنترول الت ورحنا على اليمين كنترول الت يعني الارو او السهم على اليمين، فانا شايفين ورك سبيس 3 ورك سبيس 4 ورك سبيس 1 2 3 4. مثلا انا هون شغال على التيرمينال، فبقدر من هون اروح على يعني سطح مكتب جديد. طبعا اسطح المكتب قد ما بدك باللينوكس، اتوقع ما بعرف كم جزء يعني، لكن انت يعني مش معقول تحتاج اكثر من 4. مثلا هون بتشغل لبري اوفيس، ومثلا بتقدر تروح على مكان ثاني هون وتشغل مثلا، ممكن تشغل اغنية هون. طبعا شو الفايدة من اسطح المكتب، او ليش انا شايفين يعني هي ما اشتغلت؟ وين مكان ما انا بكون الورك بليس، يعني وين ما انت بتكون فعال عندك الورك بليس بفتح شو اسمه البرنامج، لكن انا بكل بساطة موف تو ورك سبيس 2 بقدر انقله واروح عليه على ورك سبيس 2. شايفين حاليا انا ورك سبيس 1 ورك سبيس 2 ورك سبيس 3. فمثلا هون بقدر اصدر اوامر بدل ما انه كلهم يكونوا موجودين عندي هون في اسفل الشاشه، فهيك بستفيد انه ما بضطر اني اسكر اي شيء، كله مفتوح عندي، بس مباشره بنتقل وببلش يعني بعملي. يعني طبعا هاي مفيده كثير خاصه للي بتعاملوا مع السيرفرات، تلاقيه فاتح مثلا شاشتين سيرفر هون، بالمكان الثاني قاعد بكتب شغلة، مكان ثالث بجوز يكون مشغل أغاني أو أشياء مثل هيك أو أناشيد أو قرآن، بالمكان الرابع مثلا بيكون مشغل لعبة أو شغلة يتسلى فيها إذا مل من العمل. يعني مثلا إيش كمان غير ورك بليس؟ نوتيفيكيشنز مثلا، نوتيفيكيشن مكانها بالاسفل، شايفين في عنا نوتيفيكيشن هون، فلو كبست عليها بحكي لي انه في عندك يعني ابديت، في عندك تحديثات على البرامج، بضل طبعا بالاسفل. مثلا خلينا نحكي طيب عن السوفت وير اللي بيجي مع اللينوكس مينت. مثلا في عندك هون الانترنت، البراوزر
احنا بنعرف المتصفح الانترنت. الاي ار سي او الانترنت ريلي شات مش مشهور كثير عنا يعني بالوطن العربي، لكن الاجانب هذا اشي ستاندرد. ليش؟ لانه بتواصلوا مع بعض علشان اذا في تطوير على البرمجية، في اسئلة كذا، فهو تشات رومز يعني. انترنت ماسنجر طبعا بيجن، شايفين انتو في عندك اي ام، يعني تقريبا كل الانواع تقدر تعمل كونفيجريشن على نفس يعني، مش مثلا تبع مثلا ياهو ماسنجر، جوجل توك، او يعني هاي الاشياء كلها، او مثلا كله مع بعض. ثندر بيرد اللي هو زي الاوتلوك، ممكن مايكروسوفت اوتلوك. ترانسميشن عشان بيت تورنت، او اسمه هذاك بيت تورنت هو عشان تورنت، فهون في عندنا ترانسميشن. اوفيس كلياته بيكون موجودات عندك مباشره، تكون نزلات. بروجرامينج احنا عملنا له انستول. بيضل عندك ساوند والفيديو، في عندك في ال سي، وفي عندك توتم. توتم اللي هو من جنوم، في ال سي شركه اخرى. في ساوند، هذول علشان اذا في عندك تراك اوديو فايل او سي دي. ستيريو هو عبارة عن برنامج علشان تنسخ وتعمل يعني تنسخ سي دي دي في دي، او حتى ممكن يكون عندك سي دي او دي في دي وتحوله لايزو فايل، يعني تنسخه على الجهاز. كمان هذا عبارة عن كمان مشغل اوديو. هذا خاصات طبعا، كل شيء عندك باللينوكس لازم يكون منظم، يعني سيستم تولز خاصة بالسيستم، ادمنستريشن خاصة فيك كادمنستريتر، يعني هذول ما اتوقع تقدر تشغل اي واحدة منهم اذا ما كنت معك الباسورد تبع النظام. بينما سيستم اغلبهم ممكن تشغلهم، لكن ممكن في اجراءات ما تقدر تتخذها. بريفرنسز تقدر تشغلهم كلهم، تعمل اللي بدك اياه، لانه هذول خاصات يعني بالاعدادات تبعتك والتفضيلات تبعتك على النظام. كمان هذول كلهم تقدر تشتغل عليهم، يعني اكسسوريز والاشياء هاي. طبعا بيكون في عندك يعني بي دي اف ريدر، سكرين ريدر، يعني ها طبعا زي الوينرار او وينزب. مثلا طبعا هذول كل البرامج مع بعض، لكن في هون كمان تقدر تاخذ ملاحظات، في كانت موجودة هون ديكشنري، بشيك على كل الديكشنري اونلاين وبعطيك المعلومة. طبعا هاي عشان تاخذ ملاحظات، وهاي علشان زي نوت باد. هاي هلب علشان عشان النظام اذا في عندك معلومات عنه. طبعا انتم بتلاحظوا انه كل هاي البرامج موجودة، واحنا عملنا انستول للنظام وكلها نزلن مع النظام بشكل تلقائي. شفتوا انه الاوفيس كمان نزل مع النظام بشكل تلقائي. طبعا يعني اتخيل اول شيء، مش بس انه من ناحية توفير مصاري على دولة مثلا مثل دولتنا بالاردن هون، يعني ملايين بتروح علشان الشركات مثل مايكروسوفت للنظام وللأوفيس. ما بعرف صراحة قديش الرقم، لكن بما انه يعني يعني النظام متوفر، فما في اي جهود فعلية ل يعني لاستغلال هذا الاشي، وممكن يفيدوا الناس كمان اللي بيشتغلوا على هذا النظام. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.